في اسرار كتير حوالينا في المجتمع اتولدنا الجناهي نحن ما نعرفوهاش، زي مثلا اسرار الاهرامات وسر التحنيط عند الفراعنه، وزي مثلث برمودي، وزي عجائب الدنيا السبعه، وزي المستحيلات السبعه، وزي فوائد السفر السبعه. كل دي انت حاجات تعرفي مصطلحات، يعني انت تعرف السبعه 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 بس ما تعرفش ايه هم السبعه دولي. ومكبر مخك في سر جديد في الـ في الـ في الـ في الحديث، يعني في القرن اللي احنا فيه دلوقتي. ليه البت لما بتزعل بتشيل صورة الواتساب؟ ده سر كبير والعلماء ما قدرش تجمع له حل، سر كبير. بس انا جمعته لك، انا جمعته لك. قال لك يا وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل رجل فاشل اكثر من امرأة، ووراء كل امرأة حزينة رجل، ووراء كل امرأة مش عارف ايه. المهم سيبنا من الحاجات دي كلها، انا جمعت لكم السر. البت دلوقتي لما بتزعل بتشيل صورة الواتساب، حلو الكلام؟ ما فيش واحدة مثلا تبقى قاعدة كده في أمان الله وما فيش ولا حاجة وفجأة هي دي ده أنا زعلانة أدخل أشيل صورة الواتساب، تروح داخلة شيلها. لا لا، طول ما شالت الصورة يبقى في موضوع، يبقى في إني، يبقى في رجل، يبقى في رجل. هي تبقى شابكة مع حبيبي وزعلانين مع بعض، وممكن يبقى السبب تافه، هم متعركين على سبب تافه قوي، وفي واحدة دخلت على صورته عملت لاف فشبكت معاه. مين داي؟ ولما هي تعمل لك لاف أنا أعمل لك إياه، ويشبكوا مع بعضهم، تلقى العركة غفلقت وطبقت في الجريد وشبكوا مع بعضهم. تمام تمام، سلام سلام، وروحوا قافلين. قوم هي لايمي تعمل ايه؟ تدخل تعمل اخفاء الظهور، اللي هو النشط منذ ربع ساعة ونشط منذ ثلث ساعة، تخفي الظهور ده عشان ما تبقاش نشطة خالص، وتروح مسحة صورة الواتساب، تشيل الصورة الشخصية، وكأنها عملت له بلوك. فهو يعمل ايه الغلبان؟ هو غلبان والله، الرجال دول على نياتهم، هو غلبان يفكر عملت بلوك. ايه يقوم يجري علي على الماسنجر يبعث رساله، او ممكن يرن عليه بالتليفون، اي يا ابوي حصل، تقول انا ما عملتش بلوك ده انا مخنوقه شويه ومسحت الصوره، فتكون جايه هي نفذت اللي في دماغي. فانت خليك راجل، يا راجل تقيل، اول ما تشيل صوره الواتساب تدخلش تكلمي، تدخلش تكلمها، سيبها خلاص. يومين ثلاثه اربعه لو ما حطتش الصوره تبقى عملت لك بلوك صح. تبقى عملت لك بلوك، بس تبقى انت حفظت على كرامتك يا مهبل، تبقى حفظت على كرامتك بس. فطول ما البيت شالت الصوره اعرف انه في رجل في الموضوع، اعرف انه يا هي مسحها عشان سبب. ما فيش واحده تبقى قاعده في امان الله وتلاقي نفسها مخنوقه تدخل تشيل صوره الواتساب، شالت الصوره يبقى في عركه، في عركه يبقى في مع مين؟ عشان جدعان اديني ريحتكم في الموضوع.